فاكيد انت بالنسبه لك كانت فعلا زي حلم صح؟ صح. انا كنت بفكر انه بيهزر. انا قلت ايوه رايحه اشوف، رايحه ممكن اقعد هنا بفرنسا، لكن ما كنتش يعني اظن انه يعني بيتكلم حقيقي يعني. ولما عملت تليفون لاخي هو فنان وقلت له، عرضوا علي، قال لي جربي حظك اذا فيه يعني خير ليكي. اي فوالا. ومن بعد الحمد لله يعني كل شيء كان ماشي.